نحن في مشفى جسر الشغور التخصصي نخدم مدينة جسر الشغور وريفها، حيث يبلغ عدد السكان المنطقة حوالي 500 ألف نسمة. يتم مراجعتنا شهريا ما يقارب 9000 إلى 10000 مراجع. توقف الدعم عنا من مطلع هذا العام، حيث توقف الدعم من المنظم المانحة في نهاية الشهر الماضي. وطبعا إذا استمر إيقاف الدعم على المشفى سيؤدي إلى نتائج كارثية، حيث سيؤدي إلى إيقاف الخدمات بشكل كامل عن أهالينا في هذه المنطقة، وسيكلفهم أعباء مادية كبيرة جراء انتقالهم من منطقتنا إلى أقرب منطقة يوجد فيها هذه الخدمات. امبارح بالليل اخي جبت البنت على هون على الدكتور، ابري ما لقيت لحتى دويه اصابتها سخونه داخليه 41، والله ما يعني ما بمزح عم بحكي عن جد. درت الدنيا لحتى لقيت الابره، كانت الصيدليات مسكره، ورحت تدينت حق الابر لحتى جبتها هاي من الصيدلي. نتمنى انه تتفعل يجيبوا لنا دواء على المستوصفات لهوني على المشفى، يعني ما لا. نتمنى يعني انه ايش بدي اخذنا ادلب، هذا اللي عم بيصير يا اخي، يعني اكثر من هيك ايش بدي احكي لك. عمري 70 سنه وبيجي لهون على المشفى بتعالج عندهم وبشوفهم كويسين، ولا اله الا الله كلهم كويسين الحمد لله. واذا راحت المشفى من هون يعني ما ضل عندهم دعم اتبهدلنا. نحن جماعه كبيرين بدنا نبرك في البيت، ما عندي مصاري. اقرب منطقه ما في الا دركوش، على دركوش انا ما فيني بروح، وعلى الله انا وغيري وكلياتنا والله ما فيني اروح، لا عندي مصاري اروح ولا عندي شيء. ان شاء الله بتضل على المشفى ونتكل على الله.